قريت مروان جاب العيد مع خطيبته ونارين بيوتي تفوز. شاهدوا المزيد من التفاصيل. البداية هذا الفيديو مع قمر الطائي التي أعلنت عن سفرها اليوم إلى العراق. أيضا نمر إلى نورمال الذي يعاني من اكتئاب وعلق على إحدى ستورياته في وقت رح يمضي. أما نارين فاختارت الطريقة الهندية لتجربة حمرتها الجديدة، والواضح أن نارين فازت بأفضل إعلان لهذه السنة. Tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. نمر إلى غيت مروان الذي نشر ريل مع خطيبته جاب العيد، لكن غيت مروان علق على هذا الريل بأسف على كل كلمة قلتها آخر شيء. وطبعا غيت مروان كان عم يمزح معها، والجمهور صار متعود وبيحب طريقة مسحهم مع بعض. دغري هيك دقلاني من الخطبة. That's so annoying منك صراحة تحكي هيك. Really؟ ظلمتك صراحة بس يلا. So sad. شو فيك قلبت الترند أجنبي؟ ضايعة هاي. طب شو عامل عربيتي زبالة؟ ظلمتك مرة تانية. على شو ظلمتني؟ غايبة مخك غايب، ما أنا هون أبدا. فقعتيلي مرارتي قسما بالله كله من وراي. لما تعرفت عليك أنا كنت أهبل، من وين جبتك ما بعرف، نحن مش لابقين لبعض، هون ما بقى بدي إيجي والله. يلا سلام.